وحلقة جديدة من كل يوم نتحدث فيها عن الأمراض الكبدية المختلفة والأساليب الحديثة في تشخيصها وعلاجها. بداية عايزة أسأل حضرتك وأقول إنه أمراض الكبد من الأمراض المنتشرة جدا على مستوى جمهورية مصر العربية، وعايزة أعرف من حضرتك هل ظروف المرض في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة في هذا المجال تختلف عن ظروف مرضى الكبد في أنحاء أخرى في العالم كأوروبا والولايات المتحدة وغيرها؟ طبعا الحقيقة ان المريض المصري ليه ظروف جينية وظروف مختلفة يعني كنوعية حتى الفيروس اللي هو بيبقى معدي بيه. احنا عندنا مثلا في مصر مشهور قوي في فيروس سي النوع الرابع، وده نوع مختلف عن النوع التاني والتالت اللي موجود في غرب اوروبا في امريكا. النوع التاني والتالت سهل في علاجه كمدة وكحتى استجابة المريض للعلاج. احنا عندنا في مصر النوع الرابع اصعب شوية من النوع التاني والتالت، والعيان بيعوز مدة اطول، بيعوز سنة، والاستجابة بتبقى اقل من المريض هناك. بالنسبة لظروف المرض في مصر عندنا مختلف شوية عن العالم لسببين. اولا ظروف زي ما بقول لحضرتك ظروف الفيروس نفسه، وظروف التانية ان يعني مستوى الوعي عندنا ومستوى الثقافة الصحية اقل من برا. الحقيقة احنا عندنا هنا النسبة عالية جدا من الناس، مش عالية جدا يعني، في نسبة من الناس مصابة بفيروس سي وفيروس بي، ودي حاجات ليها مضاعفات على الشورت على المدى القريب والبعيد. عيان فيروس سي جزء منه بيتحول الى تليف كبد، وجزء من العينين اللي عندهم تليف كبد جزء مش بسيط بيتحول اورام في الكبد، وفيروس بي نفس القصة. العيان ما بيبقاش عنده الدراية الكافية او الثقافة الكافية ان هو يهتم، يعني بيقول لك انا والله فيروس سي، الناس كلها عندها فيروس سي، هو ما عرفش القصة دي بتبقى بتشتغل بشويش خالص. المرض بيفضل شغال 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 لحد ما عشان يبان بيكون خلص الريزيرف بتاع الكبد عند العيان، وبيجي العيان في حالة من التليف بيبقى محتاج خطوات اكبر من كده، ساعات بيبقى عنده اورام. بس فده المختلف عندنا، ان احنا عندنا نوعية المرض مختلفة وعندنا الثقافة الصحية عند العينين مختلفين. انما الحقيقة ان في السنين الاخيرة في اهتمام شديد بمرضى الكبد في مصر، في اهتمام شديد في الميديا والاعلام وتثقيف الناس. الناس بتجيلنا في المستشفيات وفي العيادات فاهمين، في جزء منهم ابتدى يفهم وابتدى يعرف ان الموضوع محتاج متابعة، وابتدى يعرف الآلية اللي بتحصل بيها حتى العدوى، وابتدى يسأل. وابتدينا احنا حتى في المعهد بقى عندنا فيه كل يعني يوم في الاسبوع الناس بتوع الصحة العامة بيجوا يعملوا حاجة زي التثقيف الصحي للناس المخالطين للمرضى، يعرفوهم المرض بيتنقل ازاي، وازاي تتعاملوا معاه، وازاي تعملوا متابعة، وازاي كده يعني. قسم الجراحة أول ما أنشئ فيه أو يعني أواخر الثمانينات كان مقصود به يكون لجراحة الأوعية الدموية، لما كانت الجراحة الوحيدة الموجودة في ذلك الوقت العلاج البورتال هايبرتنشن اللي هو ارتفاع الضغط في البابي، كانت عملية الورن والتحويلات. القصة اختلفت بعد نجاح عمليات زراعة الكبد، فاتجه اسم الجراحة ابتدى يتنبه لذلك، والمعهد وقيادات المعهد المتعاقبة فابتدوا يبنوا قاعدة أساسية بحيث إن المعهد يبقى يجي في وقت من الأوقات يبقى واحد من السنترز اللي في مصر وفي العالم كله لزراعة الكبد. وبناء عليه تم يعني تخطيط لذلك في جانبين، الجانب الأول وهو البنية الأساسية، والبنية الأساسية تمت فعلا وموجودة من خلال يعني إنشاء غرفتين عمليات على أعلى مستوى. يعني عايز أقول لحضرتك إن هي شركة مش هقدر أقول اسمها عشان الدعاية، إنما هي من أكبر شركات ألمانيا اللي عملته ومن أحدث غرف العمليات. دي حاجة.
الحاجة التانية الموارد البشرية. في آخر 10 سنين ابتدينا نبعت كتير قوي من الجراحين للتدريب برا. يعني أنا قعدت 2.5 سنين في برمنغهام، منهم سنة في كوين إليزابيث هوسبيتال في قسم زراعة الكبد هناك للتدريب، وأنا واحد من كتير راحوا في هذا المجال بحيث أنهم ياخدوا خبرة زراعة الكبد. طبعا عشان زراعة الكبد دي موضوع مش جراحة بس أو بطنة بس، إنما هي منظومة متكاملة، فالموضوع عقد من كده شوية، فعايز إن جميع الأقسام تشترك فيه. It's multidisciplinary، متعدد التخصصات وليس تخصص واحد يقال إنه جراحة أو بطنة، إنما هو كل ده على بعضه. فإحنا ابتدينا فعلا خدنا التصريح من وزارة الصحة بزراعة الكبد في المعهد، وفي طريقنا إن شاء الله إننا نبتدي، وساعتها بقى ربنا يسهل ونبقى من يعني من السنترز العالمية إن شاء الله في المجال دوت. ما مدى أهمية استخدام الميكروسكوب الإلكتروني في علاج الأمراض المختلفة، وماذا يعني هذا المفهوم؟ يعني أنا أقول لحضرتك الميكروسكوب الإلكتروني ده هو جهاز بيفحص العينات، يعني هو مش للعلاج بل للتشخيص، يستخدم للتشخيص العينات. ممكن عينة من المريض، ممكن عينة من مريض الكبد، ممكن عينة من الدم، ممكن يشخص نفس الفيروس نفسه من عينة بسيطة وباختبار بسيط بيحدد إذا كان الكبد فيه فيروس أو ما فيهوش. ما بحتاجش حاجات مثلا أجهزة كتيرة أو كذا تحليل عشان أثبت إن هو مثلا عنده التهاب كبدي فيروسي أو ما عندوش. ممكن بالفحص بالميكروسكوب الإلكتروني أحدد هذا المرض، وأشوف كمان درجة تأثير هذا الفيروس على الكبد أو الإصابة مرحلتها إيه باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني بطريقة دقيقة. فدي ميزة الميكروسكوب الإلكتروني، وهو في حالات كتيرة بيبقى إما تشخيصي، يعني يشخص من يعني المرض ما قدرش يشخصه باستخدام الميكروسكوب الضوئي، أو تكميلي إن هو بيكمل المفهوم أو بيوضح أو يثبت ما تم تشخيصه بالميكروسكوب الضوئي. هل هناك خطط بحثية معينة يتم وضعها لاستخدامها فيما بعد في تشخيص الأمراض المختلفة وفي علاج مثل هذه الأمراض؟ قطعا في خطط، وحتى البلد لها خطة عامة لمواجهة الأمراض المتوطنة في مصر، والمعهد نفسه بيتبع استراتيجية خاصة لمكافحة الأمراض المتوطنة وخاصة بالهرسيا والالتهاب الكبدي الفيروسي. بتنقسم هذه الاستراتيجية إلى 6 برامج بحثية: برنامج بحوث التشخيص، وبرنامج بحوث العلاج، وبرنامج بحوث المقاومة المرض، ودوت من أهم البرامج اللي هي المكافحة قبل ما يحصل عدوى، وكمان اللي هو برنامج التكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج الجودة وتأثيرها على الأبحاث اللي بتنجز. هل بالفعل يتم تطبيق نظام الجودة في مستشفياتنا المختلفة ومراكزنا البحثية العلمية هنا في مصر؟ معظم المستشفيات المصرية بتحصل على جودة الأداء وجودة الجودة الصحية في تنفيذ التحاليل الطبية والعلاجية. احنا المعهد عندنا واخد الايزو 9001، وبنسعى للايزو المتقدم، ودايما بنعمل دورات في هذا المجال في المعهد، ودايما بيحصل اوديتنج من المراكز اللي بتتابع المستشفيات في تنفيذ الجوده العلاجيه، وده من الحاجات الاساسيه طبعا عشان نضمن الوقايه من اول مكافحه الامراض والوقايه من اي تلوثات خلال العلاج او اجراء العمليات او خلال التشخيص. فدي مهم جدا طبعا الجوده، ومصر دلوقتي بتتبع هذه الاساليب. المعهد
عنده باع طويل في التعاون مع الجهات الخارجية سواء جهات دولية أو دول منفصلة. عندنا اتفاقيات ومشاريع بحثية مع منظمة الصحة العالمية WHO ومع منظمة البيئة في منظمة الصحة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وعندنا كان مشاريع بحثية مع هيئة المعونة الأمريكية، وحاليا في مشاريع مشتركة أو اتفاقيات مشتركة بين المعهد وبين فرنسا وبين ألمانيا وبين جنوب أفريقيا وبين بولندا. فالحقيقة المعهد يعني من زمان وفي اتفاقيات علمية وتبادل علمي بينه وبينه، وأساسا المعهد في بدايته كان إنشاؤه بالتعاون مع بين جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع جمهورية ألمانيا. فالحقيقة معظم الستاف بتاع المعهد سافر في بعثات خارجية تدريبية ودراسية، وجزء منه كبير راح لجمهورية ألمانيا، فكان في تبادل دايما بين أساتذة من الدول الأوروبية ومن المعهد. يعني هل هناك قواعد وبروتوكولات مقدمة من قبل المعهد يتحرك من خلالها الموجودون بالمعهد لإجراء الأبحاث، لإجراء أبحاثهم المختلفة؟ حضرتك طبعا احنا في خطة بحثية للمعهد بتقيم كل 5 سنين، والخطة البحثية دي بيقوم بوضعها اللجنة العلمية العليا بالمعهد، ونشوف المواضيع الملحة اللي تحتاج إلى بحث وإلى إن احنا نطرقها بالمشاريع البحثية وبالأبحاث. ففي الحالة دي بنحط في الخطة البحثية بتنقسم إلى كذا نقطة نقاط، وبيقدم من خلال النقاط دي، هي دي اللي بيقدم فيها المشاريع البحثية وبيبقى جاري فيها الأبحاث في المعهد. أعتقد أن هناك بعض التحليلات أقيمت للبحث عن الوضع الصحي بالنسبة لمرضى الكبد في مصر. هل ظروف مرضى الكبد في مصر مختلفة عن سائر مرضى الكبد في أنحاء أخرى في العالم؟ وهل هناك أنظمة معينة يجب دراستها للوصول إلى مناهج علاجية سليمة في هذا المجال في مصر؟ الحقيقة مرضى الكبد في مصر احنا من أعلى الدول نسبة لأمراض الكبد وبالذات أمراض الكبد الفيروسية. فمرضى الكبد في المرضى الحقيقة محتاجين مساعدة شديدة، إن المريض الكبد المزمن محتاج إلى أولا تثقيف صحي، محتاج جدا إلى تثقيف صحي، محتاج إلى عناية، محتاج إلى علاج مزمن، ده أمراض مزمنة فمحتاج إلى علاج مزمن ومكلف. فهو مريض الكبد من أكثر أنواع المرضى محتاجين إلى دعم الدولة ودعم المعاهد البحثية أو اللي بتقدر. نحن عندنا المعهد بيقدم خدمة متميزة لعلاج الكبد، فإحنا الحقيقة بنقدم كل السابورت أو الدعم لمرضى الكبد. وقسم الجهاز الهضمي والكبد بالمعهد في وحدة خاصة لرعاية حرجة لحالات الغيبوبة الكبدية والقيء الدموي، وعندنا جمعية في المعهد لأصدقاء القيء الدموي وبترعى المرضى وبتقدم لهم خدمات كثيرة جدا على أعلى مستوى وتقريبا بدون مقابل. قدمنا لكم هذه الحلقة من كل يوم عن الأمراض الكبدية المختلفة والأساليب الحديثة في اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها. نشكركم وإلى اللقاء.